السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة المصور محمد العيدي. كما كتشوفوا احنا دابا في الصفحة الرسمية للمديرية الجهوية للصحة بجهة درعا تافيلال لرصد الوضعية الوبائية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بأقاليم الجهة ليوم 23 أبريل 2020 إلى حدود الساعة 10 صباحا. الحالات المستبعدة بأقاليم بلجيكا كلها 1527 حالة، الحالات المؤكدة 284 حالة، الحالة الشفاء 24 حالة مستقرة إلى حد الساعة، الحالات الوفيات الحمد لله مستقرة إلى حد الساعة في حالتين. على حسب الوضعية ديال الأقاليم، كان ميدلت إقليم ميدلت 46 حالة تشافوا منهم 12، الوفيات إلى حد الآن ما كاين حتى وفاة الحمد لله. الحالات المستبعدة 446 حالة. إقليم الرشيدية فيه 5 ديال الحالات تشافوا كلهم 5 ديال الحالات الحمد لله. الوفاة صفر صفر حالة، ما كاين حتى شي وفاة الحمد لله. الحالات المستبعدة 124 حالة. إقليم تنغير حالة واحدة تشافت ولله الحمد. حالة الوفاة ما كايناش الحمد لله. 50 حالة مستبعدة. إقليم ورزازات 219 حالة مؤكدة تشافوا منهم 5، عدد الوفيات 1، الحالات المستبعدة 785 حالة. إقليم زاكورا 13 حالة مؤكدة تشافت حالة واحدة، الوفاة حالة واحدة، الحالات المستبعدة 122 حالة.